تحياتنا لكم شباب، قواكم الله يا أبطال، قواكم الله. من المطار روعة طبعا، قالت ناصر الأسدي قائد شرطة ديقان الحالي سبب جريقة طالب قرائز شرطة ديقان كابري مجازر جسر فهد عدد الشغل مسيرة طلابية موحدة للطلبة خريجي كلية التربية لعلوم الصرفة. تحياتنا لكم أهل العلوم الصرفة، طبعا لهم موقف مشرف. اعتصام طلبة جامعة ديقان كلية الطب، حيا الله كلية الطب، كلية الإمام الكاظم. أخوان هاي لو واحد يرفع منا لو واحد نزل منا، لأن معادلة نزل أنت شوية، أنت رفع شوية. أها كلية الإمام الكاظم إحسان ديقار، تحياتي لكم. جامعة ديقار كلية علوم الهندسة وكلية العلوم وعلوم الحاسبات والرياضيات، تحياتنا. جامعة ديقار كلية الإدارة والاقتصاد ودروم كل كليات ديقار وجامعة ديقار بأكملها مشاركة في هذه المسيرة.